الجبار علينا بفضلك مولانا جود علينا وهلك من طغى والجبار علينا بفضلك مولانا جود علينا وهلك من طغى والجبار علينا التزاماته هذا الشيء ماشي معقول يعني مش غير ما دار معنا تشي معقبي محمد مندوب العمال المطاحي البساتين حنا هذه واحد 20 يوم وحنا تناخذوا هذه الوقفات الاحتجاجيه نتيجه عدم توصلنا بالاجور لمده 3 اشهر شهر 5 وشهر 6 وشهر 7 ودخلنا في عدة حوارات في عدة اجتماعات مع الإدارة ديال المؤسسة هذه المؤسسة هذه اللي هي غنية التعريف اللي معروفة يعني منذ القدم اللي مؤسسة اللي معروفة بالإنتاجية ديالها وبالجودة ديالها اللي تعتبر من أكبر المطاحين هنا على صعيد جهة ولاية مكناس ومعروفة بالجودة ديالها ومعروفة بالسمعة ديالها وهي منذ القدم يعني من السبعينات ما عمرنا كنا تنطيحوا في هذه المشاكل هذه ما عمرنا وهذه ثلاثة ديال الشهور يعني 5 و6 و7 تنتفاجئوا بعدم توصل نحو 120 ديال العمال بالمستحقات ديالهم وبالأجور ديالهم ودخلنا في عدة حوارات ولكن الإدارة عندها أذان صماء وتتقول لك عندي أزمة وحنا ما عرفناش الأزمة من جات تيقول لك نتيجة ديال التسيير ونتيجة ديال 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 عدم تدبير الأمور في حين أننا تنشوفوا يعني سنة فلاحية بامتياز تنشوفوا برنامج ديال المغرب الأخضر اللي تيعطي الأولوية لهذه المؤسسات الإنتاجية وهذه المؤسسات وهذه من ضمن المؤسسات اللي تتساهم في الأمن الغذائي ديال المغرب وفي الأمن الغذائي ديال الجهة تنتفاجئوا بلا تتوقف والعمال ما تيتوصلوش المستحقات ديالهم لمدة 3 أشهر العمال اللي دخلوا داخلين في أزمة خانقة في أزمة مستعصية نظرا للجل هم عندهم القروض وعندهم عندهم التزامات يعني وصلوا لواحد المستوى يرتاله قدمنا عدة نداءات للجهات المسؤولة بمناسبة ديال عيد الأضحى عيد الأضحى اللي مر على هاد العمال هادو في جو تعيس يعني اللي الجل ديالهم ما عيدوش بالنظر المغاربة كلهم عيدوا كلهم كانوا فرحانين إلا هاد العمال ما تيتوصلوش المستحقات ديالهم وما تيعيدوش
ما تيعيدوش. دابا تنطالبوا الجهات المسؤوله والجهات العموميه بالخصوص والسيد الوالي على وجه الاخص باش يتدخل باش ينقذ هاد العمال هادو هاد 120 عامل من التشرد ومن الضياع وشي كارثه اللي لا يحمدوا عقباها. تنطالبوا السيد الوالي والسيد العامل باش يتدخلوا لانقاذ هاد العمال هادو من هاد الكارثه هذا ونعرفوا الاسباب ديال التوقف ديال هاد المؤسسه الانتاجيه اللي قلت لك منذ السبعينات وهي تتشتغل منذ السبعينات ما تيكونش عندها المشاكل. العمال اللي التغطيه الصحيه ديالهم متوقفه الان اللي يعني جل المستحقات ديالهم متوقفه. تنطالبوا السيد الوالي والسيد العامل باش يتدخل على وجه السرعه لانقاذ هاد العمال هادو. هادو عمال وساهموا في الاقتصاد وساهموا في البناء ديال المؤسسه هذا. كاين العامل اللي عنده 28 سنه و 29 سنه و 30 سنه ديال العمل هنايا وفي الاخر تيتشرد وتيلقى راسو في الشارع لاسباب مجهوله لا نعلموها. تنطالبوا غير المستحقات ديالنا ما تنطالبوا حتى بشي حاجه وبالاستمراريه ديال المؤسسه هذه اللي ما خصهاش ما خصهاش ما خصها حرام تضيع المؤسسه وحرام توقف. ولا حول ولا قوة إلا بالله وشكرا لكم. رحيم بوتابت يونس مندوب العمال تلواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. المهم حنا اليوم كنظموا هذه الوقفة احتجاجية وهي امتداد لواحد المجموعة ديال الوقفات الاحتجاجية اللي كنظموها واللي كنطالبوا فيها بالأجور ديالنا المستحقة عن ثلاث أشهر خمسة وستة وسبعة. وهذه الإدارة ما توصلنا فيها حتى شي رد وحتى شي حوار ما هو كاين لدرجة أنه وصل استبداد ديال هذه الإدارة ولا مبالاة إلى أنه بالمناسبة ديال العيد الكبير كان الاقتراح هو أنه يعطيونا غير نص ديال الأجرة غير باش نعيدوا وبالتالي ما عطاوناش وما عيدناش. في الوقت اللي المغرب من طنجة حتى القويرة كله فرحان عمان مطاحن مساتين بيمكناس راه ما معيدينش. وحنا دابا كنطالبوا وتنشدوا وبحرارة كنطالبوا تدخل ديال السلطات المحلية لأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ديال العمال راها جد خطيرة ماشي غير مزرية ولكن راها جد خطيرة.